هوبا، طلعت لي الفيزا على قطر واخيرا بوظيفة مهندس، وهلا بده يلعب الزهر وبدي اطلع اجمع الفلوس كلها بالشوال. بدك تعرف شو الاوراق المطلوبة منك؟ خلينا نشوف الفيديو. مرحبا جميعا، يعطيكم العافية، اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من ابسطها لك في دقيقة هندسية. اليوم بدنا نحكي عن شو الاوراق المطلوبة اللي ممكن نقدمها علشان نحصل على وظيفة، او لما نحصل على وظيفة في دولة قطر. مرحبا جميعا، معكم جاسر مصطفى، مهندس معماري بشتغل في دولة قطر. اليوم بدي احكي لكم شو هاي الاوراق المطلوبة عشان تقدر تقدم او عشان تمشي امورك في دولة قطر بعد يطلع لك وظيفة في قطر. طبعا الاوراق اللي بنحكي عنها هي مطلوبة مش فقط في دولة قطر، هي مطلوبة في كل الدول اللي انت ممكن تطلع عليها خارج الدولة اللي انت بتعيش فيها اصلا، خارج الدولة اللي انت تخرجت فيها، خارج الدولة اللي انت درست. اول شغلة، في شغلة كثير ضرورية ما راح تعكس الشغل عليك في الدولة اللي انت رايح عليها، لكنها مهمة عشان تمشي امورك في هاي الدولة، وهي رخصة القيادة الدولية اللي راح تعطيك ابيليتي انك انت تسوق في هذيك الدولة لمدة شهور على الاغلب. طبعا اكيد بما انك انت دارس وبما انك انت طالع تشتغل، انت محتاج انك انت تاخذ معك شهادات الدراسة الجامعية، شهادات التوجيهي او الثانوية العامة، واي شهادة اكاديمية انت حصلتها. هذه الشهادات الاكاديمية او التعليمية انت محتاج انك انت تصدقها من وزارة التعليم العالي في الدولة اللي انت موجود فيها، ووزارة الخارجية في دولتك، وسفارة الدولة اللي انت رايح عليها اللي موجودة في دولتك، او لما تروح على هذيك الدولة فانت بتصدقها من سفارة دولتك في هذيك الدولة، من وزارة الخارجية في الدولة اللي انت رايح عليها. الشغلة الثانية اللي انت محتاج انها هي تكون موجودة معك من اوراق لما تروح على الدولة، طبعا اكيد جواز السفر، هذا ما راح نتناقش فيه. طبعا نرجع لموضوع الجامعة، انت في دول صارت تطلب منك هلا افادة من الجامعة انك انت منتسب في هاي الجامعة وتدرس في هاي الجامعة، ملتزم فيها دراسة تامة، مش دراسة مثلا اونلاين، مش دراسة مثلا بارت تايم، لا فول تايم ستودنت،